حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي الباحث بعلم العلاقات الدولية الدكتور عبد اللطيف مشرف. دكتور عبد اللطيف، أهلا وسهلا بك وأسعد الله مساءك. أهلا وسهلا بك أخ عامر وبالنسبة لي. دكتور عبد اللطيف، هل نستطيع أن نفهم أو نفسر المصالحة بين إيران والسعودية بمباركة وبدعم وبوساطة صينية بأنه نوع من أنواع التطور أو محاولة أخذ الصين مكان أمريكا دوليا، أم أن هذا الأمر أكبر من ذلك؟ بالفعل نستطيع أن نقول أنه تم تطوير السياسة الصينية وأنها تعلمت من الخبرات على المدى الحضاري والتاريخي أو المدى العسكري أو المدى السياسي، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الصين هذه المبادرة أخذت مكانة في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة أسباب. مسألة الولايات المتحدة الأمريكية لها العامل الأكبر في السيطرة على مجريات الشرق الأوسط من خلال عدة أمور أو من خلال عدة مؤشرات. مؤشر الثقافة، مسألة الثقافة الأمريكية هي النابع الأول لمنطقة الشرق الأوسط بل الملجأ الأول، بمعنى انتشار اللغة الإنجليزية، انتشار الثقافة الإنجليزية. الحلم الأمريكي ما زال لدى الشعوب العربية كبير والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا جماعات الضغط السياسي وعملية لعب السياسي والأخذ بزمام قوى القرار السياسي ما زالت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل من المؤشرات تدل على ذلك عمران خان الذي استطاعت في ليلة وضحاها تنحيه عن الحكم. أيضا عدة أمور في قوة الولايات المتحدة الأمريكية. ربما نقول أننا انتقلنا الآن إلى مرحلة حرب باردة جديدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بدلا من روسيا. فتغيرت الأمور بعد أن كانت الصين تابعة لروسيا في الاتحاد السوفيتي الحروب الباردة السابقة، أصبحت العكس الآن، تبدلت الأضواء بأن الصين أصبحت هي القوة الحقيقية المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية تليها أو في فريقها روسيا وإيران ومن ثم باقي الدول أو كوريا الشمالية. فالآن العامل الذي يطرح نفسه أن القوة السياسية هي ما زالت المؤثرة في التنازل وليس الاقتصاد كما يظن البعض أو القوة العسكرية. ولنا عدة دلائل في ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية عليها ديون كثيرة حتى للصين تتخطى 600 مليار دولار أو ما يزيد، ولكن ما زالت قوى الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة أو هي الدولة الأحادية في الكل. أيضا الصين كانت لديها اقتصاد قوي حتى 2017 و 2019 كانت لديها العلاقات القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل كان هناك خط مفتوح بين الاقتصاد حتى تم إدانة الاقتصاد الأمريكي للصين، ولم تكن الصين على الخريطة السياسية، بل أصبحت الصين على الخريطة السياسية عندما اتبعت مبدأ المناورة الدبلوماسية والتوسع السياسي، بمعنى أصبحت شيء واقعي ينافس الشرق أو ينافس الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بداية من القرن الإفريقي، ثم التمدد في إفريقيا ومساندة النظم السياسية، ثم الاتجاه نحو الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.